بلاتي يدوب يدو، الناس اللي تيعيطوا بلاتي بلاتي يشرب الضو. السلام عليكم. السلام. يا ربي درت واحد الفيديو اليوم شويه غنلوحو لكم، ما تنعسوش، بقاو فايقين باش تشوفوه وديروا ليه لايك وديروا هذا لانجيت. هاو لانجيت درته في اتاي وطبختو باش نديرو تحت عينيا، فهمتي، باش يحيد ليا الهالات السوداء، وباقي سخون طبختو ناسي، ولكن خصني نديرو تنبغي نعس تنبغي نعس، هذا نديرو باش يحيد ليا الهالات السوداء. ولا لا هاي هادشي ما خصنيش نديرو قدام بنادم يبان ليه في شكل، ولكن اختي بغينا نحيدو الزوق تحت العينين بالصهير. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا من جديد في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه هيام كيما بدات اول حلقه ديال البرنامج ديالها اللي عطاتو بعنوان خوي قلبك. فهي قالت في واحد اللايف من قبل بانه غادي يكون بحال سمير الليل، وهذا البرنامج هذا كنشوفوا بانها كتهضر يعني بواحد الاسلوب لا علاقه، غادي نخليكم تسمعوا. كتقول الو هضروا، بغيتوا تطلعوا على المباشر يلا هضروا هضروا، يعني ما تصنتاتش البرامج كيفاش كيكونوا، وخدات منهم الاسلوب ديال كيفاش انها تلقي الخطاب، كيفاش انها تهضر مع الناس اللي تيعيطوا ليها على المباشر. فنخليكم تشوفوا اغرب مقدمه ديال البرنامج اللي الا كنت غالطه خليوا لي التعاليق وقولوا لي لا راه انت غالطه راه كتهضر مزيان. المهم نخليكم تشوفوا كيفاش كتهضر والطريقه ديالها والاسلوب ديالها، وردوا عليا الخبر. ايوا المهم هاد الفيديو هاد الناس اللي ما كنجاوبهمش، راه حيت عندي بزاف الناس بشويه بشويه توصل نوبتك ونجاوبك. شنو نقول لكم، هاد البرنامج ديال خوي قلبك، كاينين واحد الناس شافوني درت هاد البرنامج تما بغاو يديروا بحالو، ولكن هما داروه بطريقتهم الخاصه. ماشي مشكل، كنقول لبنادم دير شي حاجه ديالك ما تقولش من عني. المهم مرحبا بهذا البرنامج درته انا للناس اللي محتاجين، اللي شي واحد بغى يقول شي مشكل، شي واحد عنده شي حاجه بغى يعاودها يعيطوا لي في الابل هنايا، ونطلعوا يهضر على المباشر ويقول داكشي اللي عنده باش حنا نستافدوا ونتعاونوا مع بعضياتنا، والخير والخير في المساعده. الله يحفظك ويحفظ بنتك، راك عزيزه وغاليه على قلبي. شكرا شكرا. خاصني نجاوب دابا الناس كيعيطوا بلاتي نوض لبنتي تنعسل استغفر الله العلي العظيم. عرفتي شنو غندير باش ندير بحال هكا ونهضر مع الناس، عاد ندير الهوت باغلو، يقدر شي واحد يخسر الهضره ولا شي حاجه. جلسي. الو ابل كدوز جوج مكالمات في دقه. الو الو وي الحمد لله، باغا تهضر على المباشر؟ اوكي ناري ما عنديش كي ندير حيت نوامرتي فين هي نمرتك، كي غندير؟ إيه؟ الو الو هضري. الو السلام عليكم، لاباس بخير؟ كلشي بخير الحمد لله. عافاك، انا بغيت الجمهور ديالك بغيت واحد 40 دعوه الله يسهل عليك الا كان ممكن. دعوا لي مع ولدي مريض، بعثك هادشي اللي بغيت. راكي سمعوك ان شاء الله يدعمك. شكرا بارك الله فيك، ميرسي بوكو عايشه، شكرا الله يكمل عليك بالخير. امين شكرا. يلا يعافيك. مكالمة واحدة أخرى. ألو وين أختك؟ وين أختك كنحمق عليها، الله يجيب الشيف
امين الله يشافيه. مكالمة واحدة اخرى. الو الو بونسوار. الحمد لله. شكون باغي تقول شي حاجة على المباشر؟ عندك مشيت تخسر الهضرة ولا شي حاجة؟ قلت لك الناس يدعيو فيك دعوة الغريب مستجابة. انا ثقت فيك، انا عندي الهضرة باغلو يعني. صافي لا ماشي انا تنقول هاد الكلمة، انا صريحة اي واحد عيط لي تنقول ليه بحال هكا. تهضر على المباشر وقول لي، قول لي انا بغى نهضر على المباشر باش ما نتسناش درت لك الاشهار ولا شي حاجه. صافي يلا هضر. هاني هو يمكن تقطعوا لي لايف الناس، ما تعيطوش 37 الاخر كتقطعوا لي لايف، ديروا دريجيم باش ما يتقطعش اللايف. هضر يا سيدي. الكاكا هو يمكن يدير بعدا لاباس عليك، شرف لينا ملي تشرفنا بك وشرف تعرفنا عليك وشرف عصبي بزاف مع البشر، فهمتيني؟ ان شاء الله اخويا دير دريجي ما يتقطع لي اللايف. الله يهدينا ويهدينا كاملين امين. ومع هذه المره كنحييك نقول لك جيتي سويت بصوتي وبنبيتي الجامع. شكرا اخويا. يلا الله يخليك اختي هويا، بصراحه راك عزيزه وليلة. يلا وصافي احنا ما عندناش نخسروا الهضره ولا شي حاجه، فهمتي؟ شكرا بزاف اخويا. انت ماشي كتخسر الهضره. شكرا الله يحفظك. سلام. الو أنا انا شوفي انا دايره المباشر كتهضري قدام الناس. شكرا اختي. الله يسهل على كحتي في الشيء في الكلية أي حاجة كويسة. آمين. روحي لي نفسي بعد تكون خليك تكملي المباشر. الله يحفظك. شكرا. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أنتي دايزة في المباشر؟ لا عرفتش لا عرفتش نمرة من الله. ألو هضري أنا سلسلة. الله يوفقك صافي الشيء بغيت نقول لك. آمين شكرا. سلام. الو الو واحد الفئه كتعيط لي في 37 الاخر يقطعوا لي لايف. جيم جيم الله يحفظكم ليا. الو قوم معايا. الو الو جيم جيم الو 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 انت دايزه في المباشر اختي. مرحبا اختي، رانا عارف راه كنتفرج في اللايف. اختي كتعجبيني بزاف وكنتمنى لك مسيرة موفرة. شكرا اختي الله يسهل عليك. احنا عندنا قنوات في اليوتيوب ومتبعينك اختي. شكرا اختي الله يحفظك. تصيفط لي الله يخلي لك اختي بنيتك. امين شكرا. اختي بغيت نسولك عافاك. هذاك المشكل ديال القناة ديالك حليتيه؟ الادسنس لا باقي كنتسنى الكود، كنتسنى الكود. ما يكون حيدوا لك هذيك الاس الكحله اللي مضروبه. شناهي هذيك اللي كنتي تقول هذاك النهار في اللايف راه مضروبه ليا الاس؟ لا صافي كاينه دابا، دابا كاينين الاشهارات مزيان. صافي اختي راه حيت كنا مشطونه من جهتك وحق الله. الله يحفظك. صافي الحال. شكرا اختي سهل عليك. بعدين احنا عندنا الحمد لله قناه زوينه، لو بغيتي تدخل تشوفها يوميا تما سيب العزيز. الله يسهل عليك. تصيفط عليا ونشوفها ان شاء الله. صافي الله يسهل عليك ويسهل على جميع المسلمين. شكرا الله يسهل عليك. شكرا. الو